ولا شك أن من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع وفي كل دولة هو القضاء العادل والمستقل، وقد أقسمتم الآن على احترام استقلالية القضاء، فلا قوام للدولة إلا بقضاء عادل، ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس. أن المهام الموكولة إليكم هي من بين أهم المهام في الدولة،